هلا والله، بداية جديدة بعد غياب. خلينا نكفي الحجرة ونشد. كيف تعال والله فولنا شباب، يعني لازم نبني بقى. ببني هون شباب، وين هم؟ كل شي معك. Let's go. Hello. Hello, they are coming. Fuck you. لا 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 24. قوسي هيد شوت ما
دمي مولو ولا شو. What? What the fuck? He's so full. اه ليك هون ممكن لو كان وقتنا شغلات مهلا. يلا يلا هلا بنرجع. Thank you.
What the fucking lag, man? Sorry. Fucking laggy. Yes, I know. Sorry, man. Yeah, no. Fucking lag, yeah. Okay. Okay. Kill me. Let's go, baby. Down. Yeah. Hey, Darby, time. Fuck! Fucking man! How are you so good, man? Holy fuck! Oh shit! GG, man! Jesus, man! Yeah, you're really insane with the crossbow! No, not really. No, I'm not really mad. I don't even hit one shot. Let's go, see you later. You're insane. Goodbye. Cheers. Oh shit. Come on, bitch. Marco Hadel. تعال يا شمعك حبك What are you doing here, man? Why, bro, why? Oh, you are loaded, man. Yo, bye. Sorry, man.
وهون شباب بعد ما طلع لي الحارق من الدروب فقررت اني شوف البيوت الخشب اللي حواليه وحاول ريت شي بيت منه. فبترككم شوفوا يلي صار. كنت فكر رو اوريك بس بعدين بعد ما طلع لي هاي والله ما فكر ريت البيوت. مو حديد مفتوح والتي سي مسكرة بس ما عنده صنابيط ابدا. نشوف شو فيه وحتى تخت معنا. لا عنده صندوق بس ما عنده تخت. اوه بارك شو هاد والله ما تسوى بس يلا مصرف مشي منيح طلع عنده باب واحد. وهون شباب قررت روح على المنطقة النفطية مشان ظبط وضعي يطلع لي اسلحة سيفور اي شيء بس للاسف صار شيء غير متوقع. بترككم تشوفوا يلي صار. Fucking oh shit! هون شباب طلعت من البيت نيكد ما بعرف ليش الصراحة. كنت اشوف الوضع برا اذا في حد مكمبر او لا. فاجا هذا الشخص اللي قتلته واخذ المين كوبتر وما احسنت اعمل اي شيء عشان ما خليه ياخده بس حاولت رجع باي شكل. شوفوا شو صار.
اوكي شباب، حاليا بدنا نروح على الاوريك شوف الوضع. شو من الكب؟ اوه ام بي 5. فلاش لايت. What the fuck؟ مستحيل. بولتو 96 سكوب، شو هالبوتو هذا؟ Ryan Baltimore. Yeah, match for sure. Yeah, let's go. وهون شباب كنت طالع لدورة عالم اتقاتل معهم هيك شغلات، ف وانا ري لاقي شارع بيته نازل فيك، فشوف شو لقيت ببيته.
كوا؟ What the fuck؟ Hello. وهون شباب قررت اضرب قنبلة الدروب عند البيت، بلكي بيطلع لي سي فور تاني وبقدر ريل اي بيت حجر بدي اياه. فشوف شو طلع لي بالدروب. Hello. Go away. وللأسف ما أحسن جيب سي فور تاني. لوت كم لوت ويلكم ماي فريند. وهون شباب قررت روح اعمل الاويل ريك الكبيري مشان نشوف شو ممكن يطلع لي فيها لوت. فبترككم مع المقطع.
بايسو صحيح دم متأخر سي فور تاني ليتس جو تدرك نوديها What the? What the man is here? Let's see how it's here. Let's meet Lali Boto. Let's كوا في حد هنا وات لغون له الصناديق يا لغون يا غير شوفي شباب بما انه ما معي دم ابدا فشو راح اعمل صندوق كوا؟ وين الصندوق؟ لا شو ما يصير؟ أهم شي سي فور سي فورتين يعني فين ريد بيت فورا فكرت يلا شباب نروح نريد معي سي فورتي و دقيقة معي سي فورتي وفي واحد هاي نفسه اللي علقت معه مباري عنده الأسلحة والحركات ما بعرف شو ضل عنده أو هاي بس كان مباري كله أونلاين ما بعرف هلا إذا أونلاين ولا ما شكله اونلاين ليتس جو تا احسن من تا مقفول الكيسي للأسف اوه شباب شفت الكفر دقيقة خلينا نسكر حالنا بعدين ابلع باب قفل ما عندك سرقة ما عندك لا سرقة ولا هون طيب بلي باب قفل
اوكي شباب، هاي خلصنا الريد. شو معه؟ سباس حلو. ناخذ زي الشغلات مهمين. هذا تعطيني اوه فوزي لازم بالفرن. ما عنده شيء تي سي، عنده شيء سيلفر حلو. هاود ما بيلزمونه، هاود والله بيلزمون شوي. هاي كيف، هاي كيف بدي درع الخصر. هاي صاص دي تو. اوه 10. اوكي شباب، وهذا كل شيء كان لمقطع اليوم. بتمنى اذا عجبكم المقطع لا تنسوا تدعموني باللايك وبالكومنت، تعطون رايكم بالفيديو وتشيروا الفيديو بين اصدقائكم اذا عجبكم، وبشوفكم بالمقطع القادم. تشاو.